اليوم احنا تمسكنا ب 3 طلبات شكليه، وهي في التحرير. اول طلب كان التحرير على ممثل النيابه العموميه الذي عاين الجثه، باعتبار انه قال في تقرير معاينته انه لم تتم معاينه اي اثار العنف، في حين انه التقرير الطبي عاين بكل وضوح 9 كدمات معناتها تشاهد بالعين المجرده. الطلب الثاني كان فيه التحرير على الطبيب الشرعي باش نبينوا انه اسباب الوفاه المؤديه مباشره لم تكن الغرق ولم يكن ابتلاء الاحاد، ولكن الاعتداء بالمتراك هو كان احد الاسباب الرئيسيه في الوفاه. والطلب الثالث كان التحرير على شاهدين رئيسيين من الشهود اللي هما شاهدوا عمليه الاعتداء، وشاهدوا خصوصا القوله الشهيره تتعلم عوم وما حدث بالضبط. منذ الأسبوع الأول عنا شاهد أحد الشاهدين الرئيسيين اللي احنا طلبنا بسماحهم، تم تلفيق عدة تهم متاع سرقات من ملعب رادس، ثم تم إغلاق الملفات بعد معناها من المجتمع المدني تحرك في ذلك الوقت، ثم بقية الشهود تم الضغط عليهم. عنا 3 شهود سامحوني حرقوا خرجوا من البلاد، وعنا شاهد رابع آخر حاجة اليوم، وهو أحد الشاهدين الرئيسيين الأخرين. إن شاء الله تكون صدفة تم اليوم معناها إيقافه.